محمد بوشمال واحد من الفلاحين الذين تضرروا من جفاف الآبار بمنطقة بقرية نومسن. فهذا الفلاح وجد نفسه يكابد خسائر كبيرة في فلاحته التي سهر عليها لشهور. راني درت هذا المسمهم درك راني ضالي 6 شهور وانا نعافر ونعاني من المسمهم. ها وراح لي درك الماء، هاي درك معيشتي ولاتي هاي راحت، ما عندي ما لقيت به واش راح ندير له. درك انا نطلب من الدولة تساعدنا، درك احنا راه ما هدوناش باه نحفروا باه نعافروا هذه الفلاحة، ما عدناش وحنا فلاحين ومعيشتنا في هذه الفلاحة. أكثر من 40 بئرا بمنطقة بقرية بدار الشوخ جفت منها المياه بشكل مفاجئ، ما تسبب في أضرار كبيرة على الفلاحين. منطقة نومسن ومنطقة بقرية رانا عندنا حوالي 50 فراج وقاع بحرة ورحنا الماء جفاف، راح قاع الماء المياه راحت لنا وجفت الأرض. أيها مطلب عمي محمد وباقي فلاحي هذه المنطقة الترخيص لهم بحفر الآبار في أقرب وقت لإنقاذ ما تبقى من فلاحتهم. من الدولة تعطينا باه نحفروا، احنا ذكرى ما هدوناش نحفروا، احنا ذكرانا خاسرين وحنا صوالية وفلاح. ما طلبنا احنا حتى شيء، طلبنا منهم يعطونا نعاودوا الفراشات تاعنا، المعيشة تاع ولدتنا راها في هذا الفلاح. يديرنا حلها، المصالح في الفلاح راه ما يدور هنا ما يجي ما يحتاج. ورانا شكينا المصالح في الفلاح. بس ما درنا حتى هي ورا الناس، هذه الناس راه عايشه من الفلاحه. ظاهره جفاف الابار لم تش